السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما كنقول دائما نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير بصحة جيدة. اليوم فيديو جديد، اليوم إن شاء الله نزولا عن الطلب بعد يعني بعد المتتبعات ديالي اللي قالوا لي بغاو يشوفوا الغرفة ديال حفيدي. اليوم إن شاء الله غنشاركها معكم. هنا هذا كنوريكم ولدي أنس ومع حفيدي، وهنايا الزوج ديالي الله يرحمه وهز حفيدي ملي كان صغير. وهذه هو الباب ديال الغرفة ديال عمر. بسم الله كنفتحوا الباب بحال هكذا كما كتلاحظوا، عندنا الغرفة مفرشة كاملة بحال هكذا بزربية، وهنا من مور الباب عنده هذا البلاكار ديال سبيبطاتو كما كتلاحظوا. نفتح لكم وهنا الجهه الثانيه فيها الصبيبطات ديالو ديال الشتا كما كتلاحظوا. وهنا عنده الطنطوفه ديالو، وهذه ديالو باش كيعوم في البحر. وهنا فوق من هاد المبل هادي ديال الصبابط كاينه هاد التصويره ديالو، كانوا داروها ليهم في المدرسه في قنيطره في ايكول بنيس. ها هي شوفوا، هنا كان باقي صغير عمر، ومني كندورو لهاد الجهه هنا كاين عنده واحد البيرو اللي كيخدم عليه. هنا البيرو ديالو واحد نونوس كبير، وحدا البيرو كاين هاد الموبل هذا، ها هو اللي جامعين ليه فيه الادوات ديالو ديال الخدمه اللي كيخدم بهم كما كتلاحظوا. نمشي معكم بشويه، هنا والفوق الكتوبه ديالو باش كنخدموا معاه، والفوق كاع داك دوك لي بواط رونجمون حتى هما فيهم الادوات ديالو باش كيخدم، وهادوك باش كنلعبوا معاه الرياضه، وهادو حتى هما باش كيلعب الرياضه. وهنا لتحت كاين واحد الكويرات حتى هما كيلعب بهم، واحد المجير هنا لتحت حتى هو كيتحل وكيتسد حتى هو فيه بعض الماتيريال ديالو الخدمه. وهذه الناموسيه ديالو ديال عمر. قبل ما نمشي لكم للمجر غنوريكم هاد الناموسيه، كنا خديناها من كيتيه، وهاد الكوفر اللي كنا خديناه ديال تركيا في هاد الباندا بحال هكذا، غنحيدها باش نوريكم لتحت. هاد هنا كاين واحد المجر تحت الناموسيه، نفتحو هنا كما كتلاحظوا هذا المجر جامعين ليه اللعاب كاملين ديالو هنا في هذا المجر، ومنظمين له كل حاجه بوحديتها. بحال هنا مثلا هو كيحماق يلعب بالحروف لي زالفابي عنده هنا دابا، وعنده هنا كانت وحده ديال الارقام هذيك راه هازها مخرجها كيلعب بها. وهنا الحيوانات جميع انواع الحيوانات، وهنا كل ما يخص ليغو كيلعب بهم حتى هما، تستفي لهم ليه بهذه الطريقه. كنجبدو لهم كنخليوه شي يرون كلشي، كنجبدو له شبكه بشبكه كيلعب كل مره بحاجه باش كيبقاو منظمين. وهذا المجر جا زوين هنا لتحت، ممكن نستعملو فيه بزاف د الحوايج
كوم رونجمون. وهنا كاين عنده واحد الموبل ديال المجوره. دائما عمر وباه الله يرحمه، هادو فيوزات، هادي بحال حصاله ديال الفلوس حاطينها له كوم ديكور، وهذا فيوز ديالو، وهذا الريدو بحالو بحال الكوفرلي نفس. وهادو مجوره ديالو فيهم اشياء ديالو. هنا ما كتعرفوا عمر من عشاق الحلويات، عنده هنا الحلوى حقا عطاوها له بالقانون ماشي بلا قانون. وهاد المجر فيه التقيشرات ديالو، الطريبشات ديالو، المسائل ديالو اللي كيلبس، الزويفات. وهنا بلاكارد عمر شدو ليكم كامل بحال هكذا، بلاصه التعلاق، فيه البيبان كوليس بحال هكذا، بلاكار كامل من التحت حتى الفوق بحال هكذا، حتى السقف طالع. هنا حويجاتو ديال التعلاق. وهنا عندو حويجاتو البلديين، جابا دوراتي ديالو، قندورتو. وهنا اللباس ديالو، وهنا لتحت عندو الشجواك ديالو تاع البرد، هاهما كاملين. وهاد المجورة هنا البليغه ديالو اللي كيلبس مع الجابادور، باقه جديده. وهنا المجر عنده فيه بعض المسائل ديالو، تقيشرات. وهنا المجر ديالو ديال الادوات ديالو ديال القرايه ديال الخدمه باش كنخدموا معاه في الدار. وهنا هادو حتى هما ديالو ديال الخدمه، البوزل وديك الشيء راه كنخدموا معاه بهم، ضروري هاد الخدمه ضروريه معاه. والجهه الاخرى فيها الملابس ديالو، الكيطمات والبيجامات ديال الدار. هنا عنده حويجاتو كي قلت لكم، لي سيرفيت، التريكويات، السوفيطمات ديالو، السراول. وراه حنا حيدنا كاع الملابس اللي كانت ديال البرد العام اللي فات، خرجناهم باش كيعطيو لي سباس. الصاك ديالو هنا، بينوارات ديالو، طريبشاتو صافي. هنا ديك الكورطاب اللي قلت لكم شرينا له، ها هي. وهذا شفت لكم، هذا هو البيس ديال عمر، تقاسمته معكم. وهنا مور الباب كاين واحد العليقه كنعلقوا له الطريبشات ديالو باش ملي كيبغي يخرج كيلقاهم موجودين بحال هكذا صافي. والبيطرا كي قلت لكم كامل مفرش بزربيه، عاود ندير لكم ليه جوله استطلاعيه بحال هكذا. يلا بالصحة والراحة، إلى فيديو قادم إن شاء الله.